اطمنكم على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. يمكن امبارح والنهارده ناس كتيره في المواقع اتكلمت على صحه الكابتن الخطيب وعلى نصيحه الاطباء له بضروره الراحه. هو كان الكابتن بيعاني من بعض الارتفاع في الضغط، فبالتالي الطبيب المعالج شاف ان هو محتاج شويه يتخلص من حاله الضغط العصبي شويه ويحتاج الى قسط من الراحه، لكن الحمد لله يباشر العمل بشكل دائم. وانتم عارفين انه المسائل فيها ضغط كتير من الشغل يا باشمهندس. لا وهو يعني الحقيقه واخد لاقصى الطاقه، يعني هو يعني دائما ما ينصح ولا يعمل بالنصيحه. فربنا معاه ويشفيه ويقدره باذن الله. كل الشفاء والعافيه. انا بطمنكم لانه المسائل فقط تلزم او تحتاج للراحه علشان يتخلص من اسباب التوتر والضغط العصبي وارتفاع الضغط، فان شاء الله كل الصحه والعافيه باذن الله. مستر